بالعدل الوافر يحكمها خيرا ورخاء يغمرها. ما أسعدها ما أهناها في موطنها في سكناها، متعاونة متضامنة متصافية في دنياها، متعاونة متضامنة متصافية في دنياها. أسد الغابة وهو البطل في أمر القوة منشغل، أسد الغابة وهو البطل في الغابة حيث الحرية والمخلوقات البرية، أسد الغابة وهو البطل، أسد الغابة أسد الغابة، 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 أسد الغابة أسد الغابة. محبوب، كفى نوما وأنت يا فاتنة. أنا من الكثير، هيا قولا للجد صباح الخير. مرحبا، صباح الخير يا جدتي. إنه يشبه أبي، ولكن لماذا هو نحيل هكذا؟ ذلك لأنه عجوز وهناك شيء. ماذا يا أمي؟ ما هو هذا الشيء؟ لماذا جدي نحيل يا أبي؟ وهل ستصبح مثله مستقبلا؟ متى سيصبح أبونا نحيلا يا أمي؟ الله أعلم بذلك صغيري. كي يقوم ولعب، هناك حديث سنناقشه الآن. أنا إنك وحيد يا جدي، تعال ولعب معنا. ألا تريد اللعب؟ عليك أن تقوم بحراستنا من مكانك يا جدي. هاي، أليس من المفروض أن أغسل وجهي أنا أولا؟ ها؟ نعم، من تظن نفسك؟ توقف هذا يا أخي. البشر. محبوب، فاتنة اختبئة. ليث، هيا. انظر، هل ترى الذي أراه؟ جدي. ابقوا هنا جميعا، علي أن أقوم بملاحقتهم. سأتي معك. هل وضعت قراءة جدك على الشجرة؟ أجل. هذا ليس خطأ، فأنت لا تعرف. تفاح نبيذ، تفاح. إذا سمحت. تفاح لذيذ.
آسف لقد تعطل هاتف. إنه ذاهب نحو مدينة البشر. لقد تعب. اشتري هذا مني؟ أرجوك اشتريه مني. وكم تريد ثمنا له؟ ادفع لي السعر المعقول. وما هو السعر المعقول برأيك؟ هيا أجبني. ادفع لي السعر الذي تراه مناسبا. ولكن هذا المبلغ لا يساوي ثمنا لهذا الفراء. لقد دفعت لك فلماذا تريد التبديل؟ لتكن طماعا، لقد أصبح ملكي الآن. ولكنك لم تدفع ما يكفي ثمنا لهذا الفراء، أرجوك زدني قليلا. نونو، أريد ذلك الفراء. نعتني به كما فعلنا مع جدي. قل لي يا أبي. صحيح، يجب علينا أن نعتني به. فراء جدي يجعله يشعر بالدفء. أجل يا بني، أحسنت صنعا. محبوب، ما بك؟ ما هذا؟ هل هذه عظام يا أبي؟ بسمة بسمة كلمة ورسمة. ليلى ليلى ليلى، أسير لي
يا أمال يا أعرف المحال في السهل والجبال ليل 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 أشق درب النور وأنشد الألحان يا زهرة الأفنان ليل 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 فأنت لي رسمة وأنت لي بسمة لا تفارق الشفا ليل 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 رسمتك بخاطري أنت قناتي فعتالي وطويل القمة ليل 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 بسمة بسمة كلمة ورسمة هيا انطلقي ماغنوم هيا ما يكون تلعقوا بسيروكو لم يبقى أمام صاعد سوى 30 دورة فقط ما هذا تابعي إلى المقدمة يا سونيك هيا يا سونيك ما هي سونيك سوف تخترق الزاوية الأولى انطلقي يا سونيك البرنامج التالي ليل 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 أسير لا أبالي لا أعرف المحال في السهل والجبال ليل 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 أشق درب النور وأنشد الألحان يا زهرة الأفنان ليل 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 فأنت لي رسمة وأنت لي بسمة لا تفارق الشفا ليل 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 رسمتك بخاطري أنت قناتي فعتالي وطويل القمة ليل 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 بسمة بسمة كلمة ورسمة هيا يا جمالي بسمة كلمة ورسمة من أين تأتي العظام؟ إنها تأتي بعد الموت يا بني موت؟ لم أفهم هذا شيء لن تعرفه الآن إذن هو شيء يكون جيدا في الوقت المناسب والمكان المناسب أيضا يا أبي إذن لنضعه بجانب جدي أحسنت
الفتى موجود هنا، ولكن أين ذهب بالفراق؟ سوف أقوم بواجبي نحو النمر. إنه سبع ضخم. النجدة اسمعني، يجب أن تأخذ الصبية إلى الطبيب فورا. بالطبع، علي أن أذهب سريعا للحاق بالطبيب. فعلا إنه بحاجة إلى الطبيب. سادة حالا، هيا تحرك بسرعة. لنذهب، فالمطر غزير والبرد قارس جدا يا بني. ساعدوني رجاء، إن الصبي بحاجة ماسة إلى طبيب. أعتقد أنه تعرض للأذى من قبل سبع يتجول في المنطقة. صدقوني، فلقد قابلته وجها لوجه. هنا يبدو لي بأنها آثار سبع فعلا. هيا فلنقبض عليه. هيا هيا. أبي، أعتقد أن جدي تعب جدا هذا اليوم، فما رأيك؟ ها، لقد توقف المطر. اهرب اهرب بسرعة. لقد أصبت. ابقى هنا بني إلى أن أعود إليك. هيا هيا هيا. أين ذهب؟ لقد اختفى عن الأنظار، اختفى في مكان ما. ابتعدوا. أين أنت أبي؟ أبي. محبوب. أبي، ظننت أنه أصابك مكروه، خفت عليك. لا، فأنا بخير وأنت تستطيع السير. الأشجار تبدو رائعة، لما يقومون بقطعها؟ هل سنعود إلى الغابة ثانية؟ لا، ليس الآن. حسنا، الأمر ليس خطيرا، تحتاج إلى عملية جراحية. أنت في أيدي أمينة. لا لا، ستقتلني. ها؟ لأنني أخذت ذراعك، لذلك تريد أن تنتقم مني. الأطباء لا ينتقمون. إذا لم تثق بي فخذ هذه السكين وأنظف جرحك بنفسك.
لا لا لا، لن أدعك تفعل هذا لأنك لا تثق بي، لكنني طبيب جراح يا بني. لا أستطيع. جيد، لن أخذيك يا بني، علينا أن نشكر التاجر الذي أنقذ حياتك. ليس هو من أنقذ حياتي. تكذب على طبيب جراح؟ من أنقذك إذن؟ نجدة ابتعد، نرجوك لم أفعل شيئا. هذا السبع هو من ساعدني أيها الطبيب. قلت طبيب؟ هيا ارمي السكين. ماذا ارمي؟ قلت ارمي السكين الآن. إنه خطأي، لم أكن أعرف بأنه أبوك يا ليث. بل إنه خطأي أنا أيها الليث. لا عليكم. لقد حان وقت الوداع، إلى اللقاء. برعاية الله. أبي، البشر غريبو الطباع. إنهم ليسوا سيئين لكنهم قد يخطئون أحيانا. أنا أحبهم. Mm-hmm.